طب نسمع استاذ طارق الشناوي. خليك معايا استاذ محمد، نسمع استاذ طارق الشناوي الناقد الفني، اتفضل يا استاذ طارق. اولا مساء الخير استاذ محمد، مساء الخير استاذه لميس. انا الحقيقه حزين بالكلام اللي انا بسمعه من المتحدث الرسمي للنقابه اللي هي تاريخها جزء حميم ومهم جدا من تاريخ مصر، اللي بتفتح الباب امام كل المبدعين انه في السنوات الاخيره دي وبالذات في عهد مصطفى كامل يتم اغلاق الابواب ويتم ايضا التشهير بالناس. حتى الواقعه اللي بيحكى عنها المتعلقه بالحفله هو نفس القضاء ابرأ ساحته، يعني لم يدن جنائيا، لا هو حرج ولا هو ادى للحكايه دي، قالوا اه حصل فعلا وحصلت خسائر لكن هو نفسه غير مسؤول عن اي شيء والا كان عوقب. طيب خد براءه. انا عايزاك تكلمني على الوحده الجديده دي يا استاذ طارق، الوحده للتحري عن اي مطرب اجنبي او هي الوحده دي البحث أحد مثلا احد التوابع لما جم قالوا ازاي انتوا وافقتوا وبعد كده سحبتوا فقرروا وكانه يعني ايه بنقول لا 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 احنا كده مش هنغلط تاني وعملنا وحده عشان نتلافى الخطا الاولاني، يعني هي احد تبعات سحب قرار الموافقه على اقامه الحفل، فقرروا انه خلاص من هنا ورايح هنبدا صفحه جديده وسنتحول الى مجموعه مخبرين. يعني ايه علاقه النقابه بالتحول؟ ازاي يعني يبقى مكارثيه او ازاي هم يتحولوا الى جهه رقابيه؟ فمصر توجد رقابه على المصنفات الفنيه موجوده ومعروف مكانها ومعروف مين هم وبيعملوا ايه ولهم صلاحيات مطلقه، حتى المخالف ممكن يسجن. يعني لو حد لو مطربه طلعت او مطرب طلع عمل شيء مخالف للاعراف قد يصل دي المكارثيه زي ما اتعلمناها في كتاب السياسه بالظبط. يعني طيب وبين كلها اتهامات متلاحقه، وزي ما انت قلتي من شويه المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه عملوا حفلات 70,000، هل مصر لا تستطيع ان تقيم حفل 6,000 فقط؟ يعني حتى شكلها مش ما انا بملى استاد الكوره بالالاف، يعني في الماتشات الاقليميه بقى بنملى استاد الكوره، ايه المشكله؟ والاجانب اللي هم قطعوا التذاكر وظبطوا وقتهم وهم اغلب اللي كانوا جايين حفله دول اجانب لان العدد محدود فبسرعه هم حدثوا في ساعات قليله، واحد ظبط مواعيده بعد كده. ايه الرساله اللي ممكن نقولها للعالم سياحيا؟ طيب على مصر اللي مش قادرة تنظم حفلة.